كان قرار، ما أتمنى الأخ علي يتعرض للي أنا تعرضت له من مواقف ومحرجات من للأسف أخوة مسؤولين، وللأسف هي في زمننا في وقتنا ذاك كان في رؤية خاطئة للفن والفنانين، وهني كان الاصطدام والاختلاف. البعض كان يعتقد أن هذا الفنان ممكن تعيره ويشتغل على زمن معين، وما يعتقدون أن هذا الإنسان ملتزم بظروف عائلية حياتية معيشية، هذه كلها يعني تؤثر في حياته. أنا أثرت فيني وايد، يعني اضطريت أني أنا أتخذ هذا القرار في وقتها حتى لا أصطدم، نفسيتي وشخصيتي لا تقبل أن توجه بالريموت كنترول، وهذا ما حدث. حتى لا أصطدم وأنا الأضعف مسؤولين هذولا سواء بالخارج أو في أي مكان تحتك فيهم يفهمونك خطأ، وهني مشكلة. أنا مو هدفي أحتك يعني مع المسؤولين، يعني نظرة أن الفنان ممكن يقول روح يروح، ممكن غن غن غن، لا، هذا إنسان يعني له حدود وله قدرات وله التزامات، قل من يفهم هذه. طفلي مريض لا سمح الله، بالضبط، زوجتي حامل، بالضبط، أنا مريض، هذا اللي حصل. فاصطدمت، ما حد فهمني. كانت أم خالد وقتها حامل يبدو في بالضبط، أيامها الأخيرة على بالضبط، وشك كل، بالضبط، بالضبط، وفهموا اعتذارك على أنه اي، يعني وفهمت خطأ، وجيت بعد السفر لقيت أم خالد واقفة عند الباب في حالة قلق، يمكن كان ممكن تولد في لحظتها من الخوف، لأني أنا أنت معرض، مشكي أي فجأة. مسوي مشكل. أنا شنو المشكل؟ مشكلة أني أنا اعتذرت عن بقية الحفلات، غنيت حفلة واحدة خارج الكويت كمان، خارج الكويت، قلت لهم مع السلامة، اعذروني، ظروفي العائلية، أسرتي، زوجتي، ذا. وكنت صادق أي وقتها، كان ويعلم في الله، أيامها الأخيرة يبدو والله أم يعلم خالد. الله، كان نعم بروحه وأنا تارك 9 أيام، الله وحده كان معاه فقط يعني. ومن واجبها انها يعني، او من واجبي انا اني اكون يمها، أراعيها، أكون اكون جنبها. يمها يعني، نعم بس ما فهمت كما يجب. مثل ما تفضلت، قالوا فنان لازم يوافق على كل اي شيء. طبعا طبعا، هني حصل الاصطدام، حصلت المراجعة بعدها، لاني انا كنت معرض للتحقيق، ليش يبا ما تغني الـ3 حفلات الباجية؟ أنا ماني مركب عداد يا جماعة الخير، أنا لي ظروف. فجاء القرار. فجاء القرار، هذا سبب الحفلات. القرار هذا أصبح قديم، وأنا أقول لأخ علي، أقول للبركة في الموجودين الآن، دورهم ورسالتهم أنهم يواصلون سواء في جرج أو في خرطاج أو في أي مكان في العالم، يحملون هذه الرسالة، وإحنا نحاوطهم بقلوبنا وعقولنا ودعواتنا ان الله يوفقهم، واتمنى انهم يتعرضون اللي انا تعرضت له، وقد تكون ضاره، ويقولون رب ضاره نافعه، كانت نافعه بالنسبه لي، اني كان يجب ان اتخذ قرار واتخذت هذا القرار، ولا انا متاسف عليه. استمر كم سنه تقريبا؟ اعتقد بحدود ال 15 خمس 16 سنه. اوف. ايه لا، القرار استمر، التوقف كم؟ هذا هو 15 16 سنه تقريبا توقفت. ايه خلاص، ولن اعود عن هذا القرار. اعرف شخصيتي واعرف نفسيتي، اني انا من السهل اصطدم، وانا ما ابي اصطدم مع احد، كل الاخوه اعزاء على قلبي، ما ابي اصطدم مع احد سواء داخل الكويت او خارج الكويت، والاخوه داخل الكويت جزاهم الله خير متفهمين، اتمنى الاخوه في خارج الكويت يتفهمون ويعذروني، والبركه في الموجودين. هذا اللي اقوله.